الجواب على مستويين، المستوى المحلي، وهنا السياسة تلعب الدور الأساسي لأن الضغط السياسي العراقي هو أساسي، ولكن على المستوى الدولي لابد من تشاطر المعلومات والمهارات في هذا الإطار. وهناك أيضا الرابط بين ما يحصل في الشرق الأوسط وفي الخليج وفي مناطق أخرى، وربط كل ذلك بالإطار الخارجي الذي يسمح بالتأثير بشكل فعال على غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كيف يمكن أن تدعم الولايات المتحدة في هذا المجال وأيضا في مجال تطوير النظام المصرفي في العراق الذي قد يقلل من عمليات غسيل الأموال؟ نعم، هي مسألة إدارة سياسية. كما قلنا، الخبرة موجودة ونحن نعمل مع شركائنا منذ فترة طويلة، لدينا علاقات جيدة مع العراقيين وهناك تعاون وثيق منذ فترة طويلة. الأمر يتعلق بالإرادة السياسية أولا، وكذلك بوضع التمويل أو القدرات الضرورية في هذا الإطار. وأنا أعرف أن العراقيين يقومون بعمل ممتاز. طبعا كان هناك تأثير لجائحة كوفيد-19، ولكن التعاون على المستوى الدولي واستعمال الأدوات التكنولوجية الجديدة المتوفرة لدينا، كل ذلك لابد من أن يساعدنا أكثر مما كان الوضع عليه منذ بضع سنوات. هل تعتقد في ظل حكومة تصريف الأعمال الحالية ستزداد عمليات غسيل الأموال باعتبار لا يوجد إرادة سياسية واضحة موحدة؟ نعم، عندما تكون هناك فصائل متصارعة وفساد، طبعا هناك محاولات للتأثير على المسارات السياسية، على الأحزاب، على الانتخابات، وكل ما كانت هناك أيضا أموال كبيرة سيكون هناك فساد، وسيصعب السيطرة على الفساد، خاصة إن كان المسؤولين السياسيين يلعبون دورا مهما. طبعا البنك المركزي مستقل، ولكن هناك ارتباطات بين السياسة والأموال.